نساك يا تركي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت يا زينب يا زينب يا زينب سمعا صوت كان ما مسموع سمعا صوت كان ما ينشاف شافو خدر كان ما ينداس داسو اليوم ما تقدم يوم مولاتي زينب بالمشي ديار مو ديار أهل زينب نوق مو نوق زينب بن هاشم على رمضة كربلاء كلهم عشيرة كلها راح عشيرة كلها راحة أويلي 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 أوقفوا بالكوفة أقرأ للعند غيرة للعند غيرة أقرأ وقف الضعن بالكوفة اللي كانت بي زينب أميرة الطبلة على الناقة الهزيلة وعطشانة زينب الله أكبر اجت العشاير التمت العشاير الله ويطلعون بنسوانهم التميمية جوها بني تميم الأسدية جوها بني أسد يقول الإمام زين العابدين والله لقد كسرت قلبي عمتي زينب السيد صيحاه يا عمه يا عمه يا عمه زينب بثاني هلبت يجي واحد من بني هاشم لكن وين بني هاشم مجزرين كالأضاحي بني هاشم مولاتي سكينة تقلها عمة زينب شاوين هم والفون الشعير بهن والفون ولا ظلوا الما عدهم عشيرة ظل زينب أخوة زينب كل من عشيرتها لفتها ومن الأعادي طلعت وزينب أهلا تعذرت عمد عيني يا مولاد يا زينب تباوع بالوجوه زينب هالسيدي هاشمي سيدي قمر بن هاشم هالسيدي زيد الشهداء
والله حيرة والله حيرة والله حيرة ذلت الجالة كبيرة والله دنيا بس غيرة ماكو ولك ولك تجي تاخذ بنتك ولك تجي تاخذ بنت عشيرتك وتخلي زينب هاي شلون هاي ولك زينب هاي هاي ناموس علي زينب هاي يا غريبة غريبة زينب غريبة زينب غريبة زينب غريبة زينب غريبة زينب غريبة سادة عمتكم يا هو حدا يضعن الله 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 زين حسين حسين شلون ما كان بس هون كل واحد خلي يطلع لونه بهداي بهداي عقدت فشل كانت كاظ القيعان عقدت فشل كانت كاظ القيعان حلوها الخذا وظلت وشهر دخان لبس حرقة محرم وين ضيوفك شي قلها ابوها بقية يا بنية الرمح حمزية لو ما عالي ما اشوفك
يا بني تروح بزين لو ما عالي ما شوفت يا بني تروح خذوت النور حكي الماي شي يمون لو قرصت خطية وياك لو ما مش ولا سامع اش حلات القود مني يصير جامع يسحل بجامع شي تقول مولاتي تقول لي قونا ثياب يعني مشان بس ثياب زينب وخوات زينب لقونا ثياب تعرق مستح على النوق يا يما ولقونا نصوم خمسة وكات شراية ونبيع الضوق ولقونا الكل شن الجلسة جولايات بس التيه بول سوق رقيت الدنيا مو شلة رقيت الدنيا مو شلة لو الندر الفقير يعيش ما مذلول ما صرنا ويا تقل ابويا بابا 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 وزين بابا 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 اللي يحب الله صديق تنحرم من التراج ليش بنت بابا 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 عصرية العاشر عصرية العاشر عصرية العاشر هدوا على الخيام هدوا على مولاة رقية زميرة تركض على الشوت رقية بس يا شايلة بيدها شي مخليته على قلبه شنو هذا الشي جرى وتراجيها ما اهتمت امشلبت لها بشي مخليته على صدره اش طلع هذا الشي بعدين طلعت مصلاية سيد الشهداء يجروا بالمصلاية رقية وكلمة بيها بس هي مو كاملة المصلاية محترق نص منها وهي ما احترقت الخيمة كانت متعودة مولاتي تفرشها كل مغربية لبوها تقلهم لا تاخذونها اخذ التراجي يا مانة ابوي زين الزولة بابا 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 برضاك لو رغم عليك يجرني العدو من بين يديك اصرخ ودير العلميك وادرب حميتك ما تخليك بابا حسين بابا
حسين بابا حسين بابا حسين حسين